السلام عليكم. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوالك انت واسي الشبايب؟ انت شحوالك؟ في حالة مالك خويا بالله. مش بيه خويا تلاقي اللي تحسي بيه؟ اسمعي. انت راك تعرف. انت صاحبي وخويا وعشيري. انا ما نخبيش عليك حد شيء. ربي يستر. لا باش نحك. كي نخرج نتكلم دارنا. دي مخمم تشوف شنو بيصير فهم كي يسمعوا. يا ودي من الاول ما عندها طايا نسوي كل شيء. وبلادي صاحبي الناس كل قطة قطة. شكون بيها البلاد؟ ولازم نقفوا مع بعض. هاديش بيه؟ انا قفت لها تونس. ما حاولتش تخدم؟ هادي عملت نصبة فكتها للبلدية. وعليش؟ قال لي معاه جات 3 سنتيمتر. كيفيه هذي؟ يا ودي قال لي انت صف فوضاوي. حاسسني ناصب في الشونزيليزي هناي. تير السوق الكل فوضى. ما شافوا منك ناصبتي هنايا. مزيدك تعرف انت البلاد كي يسمع واحد يخدم البر يعشقوه اصلا يهبلوا عليه. تعرف مر مروحنا عليه بزدح. لا جرب هذاك عرفته. هيك بدي مرته في الملحامة عطس. طلع اش قالت له؟ اش قالت له؟ قالت له علولو قدك شي رومانسي تخطف فيا تحت ضوء القمر. تو ذاك بجاه ربي رومانسي مش مكلب في راسه. يا ودي اش بيك عايش في بلاد ظلم وفقر وتهميش. يقعد ضمغه تمسح قلت له ركب فوق ظهر الكركدان. تعرف شحال منو قربته وحلوه. يا ودي تعرف بلاد 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 شدوا معزه سلخوها وما زالت حيه. تصور انت تفرج فيها لعبتي على الفيسبوك. شنو؟ لا لا مرتي كان في تشاو مي اموري بيني شنو تعمل؟ انا قاعد بس عبي عطاها انا منك. اوه هكا العايق المسدك. سلم عليك يا ودي بنات الاوروب التربيه والعقال. مي اموري ما نحبش نقلقك اما سي وين وصلت في امور الخارجه؟ نسيب يا الحمد لله. وقتاش؟ هاي يا مريم نقلقك شتي يا مو. تشاو باي باي. هذه مرتك اللي تعيش في ايطاليا؟ ايه. ذي تصويرتها؟ 3 سنين وانا معرس بشهيدي وكل شيء نحارب على الفيزا باش نمشي بحذا. اوه ماما مية ليعتي وحدي كان جيت مرتين نخرج لها من فيشة تاع التليفون. ما فهمش بلاصة معاكم. راني شاد عندي برشا وفديتي قرد صايب رجلي نحب نحكي. لحظة اخويا شد التليفون كلم لك عزيز الحراق نقول لك. عزدين سيبو عزدين سيبو ها هو. اول واللي في الصين نتاجر ما نربح ولا نخسر فيه جراتيف. عزيزي سيبون تسمع فيا؟ سيبون نسمع فيك امريل. اسمعني ثم بلاصة برجولين الطليان ماني كلمت تصفيكو فيه فلوسو كاملة. اي بالطبع. سيبون جيبو معاه امريكي الخويا. هاي يا توتوت هاي يا باي يا عزدين هاي سيسل لي روحك هاي عايش اخويا هاي تهنم مريقل صاحبي هاي مريقل جوك به. تعرف ياخو بخاطري راه عزدين راه ياخو بخاطرك ادينا رشد راني ما لعبت الكل راه ما نكذبش عليك راه مريقل صح. بوا ملوك صح وين صافا جوك صحة لاباس؟ العادي عندي مريك. شنو كونكسيون؟ ايه بس نبغى اس ام اس الشهادة. ركح جوك صح. وحدات. اوه حتى اخويا. شوية يا ديما لاباس الولاد. شد الواحد شد الواحد قريب ونوصل. ما هي أموري شباري حبك تسامحني إذا كل ما كلمتكش بعد 24 ساعة أنا حركت إذا كل ما كلمتكش معناها رجل وقت تايا Thank you.
الحمد لله تعالى خلتنا الحمد لله تعالى الحمد لله انا روسي شنو خلتنا الروسي مش قلت لي باش مش قلنا عايزين باش يزن لايطاليا اخي غلط في ثنيه والله ماني خايف من حلقه ما خايف تجلطني بكلامك هاي شو عملنا تو شو نعمل حوال جبنا تو اعطيني حريتي واطلق رجلي يا مالك فرحة ما تموت صاحبي شوي يا مالك مش انا فاهم يا مالك اسمعني قلت باك تقولها باسمك الصحيح كسح قلبك خليني طول احكي معاه بلاي هاي دي سلوتو صاحبي قدكش لفاستا زك الفم شو اسمك فيتوري كنت شو اسمك كيف تيجي ليش ديما تحرقوا ايطاليا بالله وانت حبرا نحرق لتشاد ما مش نحرقوا الاوروب واو شو عملنا فيهم وقت الابيض والاسم الخليه يسحنا للمافيا جيت أمي بين عيني يا ريت شبيك بتهزوا في مالك ليه يا مالك يا سيد يا دي راح الفرد ما تهزمتش الفرد ما تقتلوش ليه يا صاحبي ماشي يحرق ما تخلوش يخرج شبيك الزح كلمت ياما فزت عليها الحرقة يا مالك الزح عليها شك برس امك انا قلت هاي المقود بفارك يا مالك تعرف مالك حملني تعرف حكي انت اخذتي بالحرق اخذتي بالموت ساعة الحرق كل مات